يا هلا ومرحبا فيكم معنا، والنقاش عن ارتفاع الأسعار وعن جمعية حماية المستهلك والبرامج التي تقدمها مؤخرا يعني لتحسين أدائها وعملها. وكنت أتحدث مع الدكتور سليمان العريني من الرياض، وتحدثنا عن يعني العيوب التي تقوم أو العيوب والخطوط التي يستدرك فيها جمعية المستهلك. لذلك يعني حقيقة أحببنا أن يكون معنا أحد أعضاء هذه الجمعية، فسوف يكون إن شاء الله الآن معنا عبر الهاتف مباشرة نائب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور رشود الشقراوي. دكتور رشود، يا هلا ومرحبا فيك، وحاب أسألك يعني سؤالي، لماذا لا تزال علاقتكم بوزارة التجارة والغرف التجارية ومجلس الشورى متوترة حتى الآن، خصوصا أن بعض أعضاء مجلس الشورى يعني يطالبون بحل الجمعية تماما لأنهم غير مقتنعين بأدائها، كيف تعلق على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أستاذي الكريم وأشكر ضيوفك الكرام المشاهدين الأعزاء. طبعا علاقتنا بوزارة التجارة تعتبر علاقة المفروض أن تكون علاقة قوية جدا، لأننا نعتبر رافد لهذا القطاع الحيوي والهام في هذه المملكة العزيزة. مجلس الشورى مشهور في بعض الآراء، ولكن آراءهم للأسف يعني مع احترامي الشديد لها كانت نظرة قاصرة في يعني دراسة وقراءة ومعرفة الأسباب التي أدت في عدم انطلاق الفعاليات والأنشطة لحماية المستهلك. تفضل. جميل، يعني سمعت يعني الدكتور سليمان يعني ذكر، ما أدري إذا كنت معنا في البرنامج أو لا، يعني سمعت الدكتور سليمان؟ أنا ما سمعت كلام الدكتور الله يجزاه خير، وأنا يشرفني في الواقع أني يعني سمعت آراءه أو آراء بعض الزملاء في مجلس الشورى من قبل. طبعا هو كلامهم من حرص شديد لحماية المستهلك، وهذا في الواقع دور لأعضاء المجلس، مجلس الشورى يعني الموقر. لكن هناك نقطة يعني غير واضحة، وهي أنه الآن نحن في جمعية حماية المستهلك لم ننطلق بالانطلاقة الجيدة. ليه؟ لأنه بعد الانتخاب الأخير اللي تم قبل شهرين لابد أن يكون هناك مصادقة من وزير التجارة على الرئيس ونائب الرئيس على أساس ينطلق، ويتم بعد ذلك تقييم الجمعية بعد مثلا سنة من الدورة الثانية. من الدورة الثانية طبعا الدورة الأولى اللي في السنوات الماضية كانت دورة تأسيس وصار هناك معوقات، ولكني يجب أن يعني يعي المشاهد الكريم أو المستهلك والإخوان المتابعين لجمعية حماية المستهلك أن هناك نوعا ما عقبة بسيطة، ولكن إن شاء الله في سبيل أنها تنطلق بعد موافقة الوزير بإذن الله. طيب خليني أنتقل لدكتور سليمان. يعني دكتور سليمان، يعني سمعت ضيفي الكريم نائب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور رشود الشقراوي يعني تحدث أنه ليست هنالك أزمة، إنما هم فقط يعني في مرحلة التأسيس، وزي اللي يقول يا جماعة اصبروا علينا شوي. طبعا مرة أخرى أنا أعتقد أنه موضوع غلاء الأسعار وخدمات العملاء في المملكة نتكلم عن هذا الموضوع من سنوات، ليس وليد اللحظة. وبالتالي أنا من المهم جدا لا ننقل القضية من قضية مشاكل ارتفاع الأسعار ومشاكل في خدمات العملاء إلى مشكلة جمعية حماية المستهلك. أنا أعتقد أن الموضوعين مختلفين تماما. إذا كان هناك مشاكل ثلاث سنوات ماضية ثلاث سنوات، أنا أتكلم الدورة الأولى ثلاث سنوات منذ بدا عمل اعمال جمعيه حمايه المستهلك، وهناك قضيه مجلس الاداره، قضيه التعامل مع وزاره التجاره الى اخره. انا اعتقد هذا جانب تفاصيله والى اخره وكيفيه حله وما هو الدور اللي يجب ان يقوم به الى اخره، هذا موضوع. لكن الموضوع الاساسي اللي نتحدث عنه ماذا بشان المواطن؟ هل المواطن ما زال يعاني الى اليوم؟ جمعيه المستهلك هي جهه ليست جهه رقابيه، هي جهه غير حكومية، بمعنى أنها مؤسسة غير حكومية ولا تملك الناحية الرقابية وأنها تلزم الجهات أو تعاقب أو أنا أتكلم عن إدارة حماية المستهلك، ما زلنا نتكلم عن هالموضوع من سنوات، يعني من التسعينات الميلادية وإحنا نتكلم عن إدارة حماية المستهلك. أنا أعتقد أن الدور الذي يجب أن نراه ونراه بشكل أكبر
هو دور إدارة حماية المستهلك من خلال إعادة النظر في اللوائح والأنظمة والدور الرقابي ما بينها وبين الجهات، وزارة الشؤون البلدية والقروية على سبيل المثال بالنسبة للمحلات وإلى آخره، ووزارة التجارة ليس فقط إدارة حماية المستهلك ولكن أيضا قضية التصاريح ومن يملك هذه المحلات إلى آخره إلى آخره. فنعتقد أن موضوع ثلاث سنوات مع تقدير الأخوة الزملاء في الجمعية، إحنا نتكلم بشكل واقعي وبنتائج. ثلاث سنوات ليست، نتكلم عن أكثر من 1000 يوم عمل، ليست بالسهل أنه نقول هذه سنة فقط تأسيس. ثلاث سنوات خلال يوم واحد يتضح العمل المؤسساتي، خلال يوم واحد وليس خلال ثلاث سنوات أنه أعطونا وقت. أنا هذا يعني إذا نتكلم عن موضوع جميع حماية المستهلك هذا موضوع، أنا أتكلم عن مشكلة ارتفاع الأسعار. يجب أن وزارة التجارة تعمل بشكل استراتيجي مع جميع الجهات، مع جميع الجهات ذات العلاقة ومنها جمعية حماية المستهلك، لكن مطلوب من جمعية حماية المستهلك إعادة النظر في ما يحصل حاليا والقيام بالدور الواجب منها والدور الذي يتوقعه المواطن، ويجب عليهم أن يعملوا بهذا الشكل وهم مسؤولين أمام الله أولا ثم أمام المواطن. طيب جميل جميل يا دكتور، يعني أرجو أنه يعني ضيفنا من جدة جهز، وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي. دكتور يعني أسألك، يعني قال أعضاء في مجلس يعني الشورى خلال الأسابيع الماضية في أحد الجلسات أن جمعية حماية المستهلك يعني لم تحمي المستهلك ولم تحمي حتى نفسها من مشاكلها وصراع أعضائها، هل أنت يعني مع هذا الرأي أم تختلف مع ذلك؟ أولا كل عام وأنتم بخير، والحقيقة أنا سعيد بأن أكون معكم في نقاش هذا الموضوع الحيوي والهام بالنسبة للمواطن، هو الحق ما يهم أعضاء مجلس الشورى بعامة وكذلك لجنتنا بخاصة. عند أعضاء مجلس الشورى من البصر ومعرفة وكذلك الحكمة في الرأي ما يجعلهم على المستوى الذي جعلوا عليه، فهم مواطنون مخلصون يعرفون ماذا يقولون، وكذلك حينما يقررون قرارا أو يقولون رأيا هو نابع عن حكمة ومعرفة لا عن انفعال أو عن قصر نظر. الحقيقة أنا لست مدافعا عنهم ولكن هذا الواقع وهذه الحقيقة. المواطن يهمه ما يراه على أرض الواقع، لا يهمه ما يتكلم به أو ما يستهلك في الإعلام أو في الصحافة أو الردود، يهمه كيف يكون وضعه، كيف ثقافة المواطن في حقه في مسألة ما يجب أن يأخذ وما يجب أن يترك في حقه، هل هذا المنتج هو صالح للاستهلاك الآدمي أو غير صالح. هذه من مسؤولية جمعية حماية المستهلك، ويجب أن تكون على المستوى الحدث، وكما ذكر زميلي الأخ الدكتور المتكلم قبلي المفترض أن يكون الأيام العدد الطويلة هذه كفيلة بأن تعطينا نتيجة معينة، وألا يتحجج بأن المدة قصيرة لأن هي جعلت ثلاث سنوات يراد منها إنتاجية معينة. على أي الوضع في المملكة العربية السعودية بما تنعم فيه وتزخر فيه من مقدرات قوية من جميع جوانب الحياة، ونشهد ونعرف ذلك ونشكر الله جل وعلا على هذه النعم المتوالية، إلا أن هناك بعض الأشياء السلبية التي يجب أن يركز عليها. وأنا أشكركم القنوات التلفزيونية وعلى رأسها خليجية مباشر، الآن حينما تلقي الضوء على مثل هذا الأمر الحيوي المواطن الصامت، هذا الحق المهم جدا هو الذي لا يتكلم، وهو الحق المستهدف في القضية، وهو الحقيقة المستغل في هذا الأمر، وهو الحق المفترض أنه يركز على ما فيه مصلحته. حينما يأتي إلى أسعار تجد فيها زيادة مضطردة، أنا ولا مرة سمعت أن الأسعار انخفضت بعد انطلاقتها، وها الحقيقة لا داعي. نعم أنا أثق أن هناك ناحية عالمية من جميع العالم الغلاء موجود، لكن عندنا جشع واضح في المسائل المهمة التي، وهناك احتكار موجود، هناك احتكار موجود. أنا أطالب من هذا المنبر، والحق الحمد لله رأينا ثمرة ما حينما يكون النظام صارما وحينما يطبق بقوة، حينما يشهر وزارة الداخلية مشكورة أكررها كثيرا وجزاهم الله خير الجزاء سمو النائب الثاني، حينما عاقب الشركات التي جشا يعني احتكرت الأسعار، وكذلك شركات الشعيرة والتجار الشعير حينما رفعت الأسعار انخفضت حينما وجد النظام القوي الذي
يؤطر هذا الموضوع ويجعله بحكم المنتهي. القضية المطلوب من جميع حقوق المستهلك أو حماية المستهلك أن تكون لها دورات تدريبية للناس إفهام. أنا سمعت أن هناك قناة معينة، هذا شيء جميل، لكن يجب أن يكون من يتحمل حينما ينتهك حق المواطن في مثل هذه القضية بأن يدافع عنه، وهي من شغل حماية المستهلك. جميل. المفترض أن يكون هناك جزء. نعم، خليني أعود للدكتور رشود الشقراوي. يعني دكتور رشود، يعني أنت سمعت ضيفاي الكريمان يعني من الرياض ومن جدة، ولك حق الرد في ذلك إن أردت. يعني لكن أسألك، يعني ما هي أهم الاستراتيجيات أو استراتيجيات برنامج يعني أرخصوه الذين يعني تعملون عليه الآن، وما هي أهم الأدوات التي تعولون عليها في إنجاحه وتطبيقه، خصوصا أن لديكم يعني أكثر من 60 برنامجا تراهنون بها على تصحيح صورة الجمعية أمام الرأي العام؟ والله شوف، أنا في الواقع أثني على كلام الأستاذ عضو مجلس الشورى الموقر، أنه فعلا يجب أن نتكاتف مع بعض وأن نحقق راحة المستهلك. ونحن في حماية المستهلك لنا الآن بالضبط مع الدورة الجديدة هذه ما كملنا شهرين، هذه واحدة، ولكن عندنا أكثر من 60 مشروع بإذن الله تعالى سترى النور قريبا، منها القناة اللي تكلم عنها قناة المستهلك. ولكن يجب أننا نوضح قضية، أنه المستهلك إلى الآن الجمعية عندنا ثلاث معوقات. المعوق الأول ضعف الرقابة، نحن لسنا مسؤولين في الواقع عن الرقابة، هناك جهات يعني تهتم بالرقابة زي البلديات وزي هيئة الغذاء وغيرها، عندنا ضعف في الرقابة. وعندنا كذلك شغلة أخرى هي جهل للمستهلك في بحقوقه، وليس جهل في علمه، جهله بحقوقه، كيف يحصل على حقوقه، ما عنده يعني مثلا أدنى يعني أساسيات كيف يحصل على حقوقه عن طريق الجمعية. فبالتالي الشغلة الثالثة اللي عندنا وهي جشع التجار، الثلاث هذه كلها متداخلة أدت إلى حدوث بعض الخلل. نحن في الجمعية بإذن الله تعالى عندنا أكثر من حوالي زي ما ذكرت لك 60 برنامج، من ضمنها القناة، من ضمنها التوعية، الأشياء التدريبية، موضوع الأسعار، كيف أنك تحرص على أنك ينزل السعر، كل هذه الأمور إن شاء الله سترى النور قريبا بإذن الله تعالى. جميل. طيب دكتور، كم تحتاجون من الوقت يعني حتى تطبقون هذه الخطط التي تبحثون عنها؟ يعني إن الآن ماشي الآن فيه، لو المستهلك الآن دخل على موقع الجمعية في عن طريق، لو دخل على طريق النت في الشبكة العنكبوتية عن طريق جمعية حماية المستهلك، هناك يستطيع الشخص أن يرسل الشكوى أو عن طريق الاتصال بالتلفون، وعندنا مركز بلاغات الآن متكامل في الموضوع هذا، ونتابع. نحن نعمل في الواقع محامين للمستهلك، شغلنا باختصار محامي للمستهلك، بس المستهلك لازم يوصلنا أول ويعطينا الشكوى وخلاص يترك الوضع، سيرجع له الحق بإذن الله تعالى، إما إذا ارتفاع الأسعار أو خلل في البضاعة أو احتكار أو غش، بس يجب أن يوصل للجمعية. عندما يصل للجمعية خلاص الجمعية تعتبر محامي لإرجاع بإذن الله تعالى الحق له.